لا والله يا فندم، انا افضل ان النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه، وكل نادي يكون ليه لائحه خاصه بيه طبقا لظروفه وطبقا لتاريخه وطبقا لبطولاته، لان دي لها مقاييس، والمقاييس ديت ما تقاس عامه لكل الانديه، ويفضل كل نادي يتراءى نفسه هو اللائحه الخاصه بيه. نفضل ان النادي الاهلي يكون ليه اللائحه الخاصه بيه، وخاصه ان اعضاء النادي الاهلي النهارده عددهم عدى ال 120,000، فبالتالي العدد ده ما يتفرضش علينا حاجه من بره، لا احنا يكون لينا اللائحه الخاصه بينا احنا. ده اقدم نادي في منطقه الشرق الاوسط، ونادي صاحب بطولات عريقه، مش هتبقى اي لائحه هو يبقى يكبر عليه، لان اعدادنا كبير، عددنا كبير، والنادي نادي عريق ونادي قديم، يعني ما ينفعش ان انت تفرض علينا حاجه من بره، لا احنا ممكن احنا كاعضاء احنا نحط اللائحه الخاصه بينا برضو في حدود المسموح بيه من الخارج. لا طبعا، هو مهم جدا ان النادي الاهلي بعرقته انه يبقى ليه لائحه خاصه بيه، وده طبعا هيصب في مصلحه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي والاعضائه، لان ده بيتم بناء على تنسيق كامل وارضاء للجمعيه العموميه. وطبعا النادي الاهلي نادي كبير، وطبعا استحاله ان شاء الله باذن الله مش هتكون اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي وبعضاء النادي الاهلي هتكون مخالفه للقوانين سواء الدوليه او المحليه، وبالتالي فنفضل ان يكون اللائحه اللي بيطلع من النادي الاهلي ومن الجمعيه العموميه بتاعته تكون افضل من اي لائحه اخرى، فدي طبعا تكون لصالح النادي. واعتقد ان النادي الاهلي لو عمل لائحه باقي الانديه هياخدوا اللائحه اللي من النادي الاهلي عشان يطبقوها عندهم. اللائحه الاسترشاديه اللي معموله من بالنسبه للوزاره فيها بعض البنود لا تتناسب مع حجم النادي الاهلي، في بعض يعني بعض البنود كده الواحد قراها مش مناسبه، مش مناسبه مع النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي، لان هو اضرب بشؤونه واضرب بكل الظروف اللي محيطه بالنادي داخليا وخارجيا، فبالتالي عمرنا ما هنختلف مجلس الاداره مع الاعضاء، مش هيبقى في اختلاف لان مجلس الاداره جاي بناء على رغبه الاعضاء، فبالتالي مش هيعمل اي حاجه هتبقى عكس إرادة الأعضاء. إحنا أضرب بظروفنا، إحنا أضرب بقوانيننا، إحنا أضرب بكل ما هو محيط بالنادي الأهلي، سواء اجتماعي سواء ثقافي سواء إداري سواء في كل النواحي اللي بتتعلق بالنادي يعني. لا والله، واحنا يعني بالنسبه للوائح اللي هي المطروحه حاليا دلوقتي دي، احنا بنفضل ان هو احنا نمشي تبع اللائحه اللي هيقولها النادي الاهلي، يعني احنا مالناش دعوه باللائحه الاستشاريه اللي هتحطها اللجنه الاولمبيه او الاتحاد او اي حاجه، احنا مع النادي الاهلي في اللي هيقوله، النادي مع النادي الاهلي في اللائحه بتاعته، مع النادي الاهلي في كل اللي هيعمله للصالح العام للنادي بتاعنا. لا، النادي الاهلي كبير والمفروض هو اللي يعمل اللائحه بتاعته، ما افتكرش ان احنا ممكن نمشي باي لائحه ثانيه. والله على اساس ان احنا كمؤسسه رياضيه عريقه طبعا وليها مبادئها وليها القيم بتاعتها وليها نظام معين، فاحنا نحب ان كل حاجتنا تبقى مقفوله على النادي بتاعنا، يعني تبقى كل ارائنا من جوه النادي بتاعنا، مش عايز ان حد يفرض حاجه علينا ولا حد يقول رايه بالنسبه لينا في اي حاجه، يعني الجهه الخارجيه ما تفرضش رايها علينا احنا. احنا كنادي اهلي احنا هيحط لائحته واحنا هنوافق عليها طبعا، وهنحب ان هي تكون موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي اسم اكبر نادي في الشرق الاوسط، عدد اعضائه 130,000 عضو، ما افتكرش ان احنا زينا زي اي نادي. لا طبعا، انا افضل اللائحه الخاصه للنادي الاهلي احسن، واللائحه وبعدين النادي الاهلي طول عمره بيدور على مصلحه النادي اولا، وبيدور على مصلحه اللعبه واعضائه طبعا، فانا يعني اود ان النادي الاهلي يطبق اللائحه الخاصه بالنادي ليه هو شخصيا. النادي الاهلي يمشي على لائحه خاصه بيه، يسترشد استرشاديه في امور، بس في النهايه هو اللي يقرر اللائحه بتاعته تفاصيلها وبنودها طبقا اللي هو لرؤيته الفرق والاعضاء اللي هو ادرى بتحديد هذه الامور. والله ده النادي ادرى بظروفه وادرى بلوائحه وادرى باعضائه ومقترحات اعضائه وامكانياته، فيمشي على لائحه خاصه ليه هو، ملوش دعوه بالانديه الثانيه. واللي يحب يمشي زي النادي الاهلي اهلا وسهلا، لان النادي الاهلي طول عمره كبير. والله اذا كنت انا مش موافق، اذا كان في الاصل انا معتبر ان الاداره بتاعت النادي اداره ناجحه وقادره تدير اعمال النادي وفرقه، فبالتالي لما هتيجي تقول لي ان انا هعمل لائحه، طب ما هو يعني ما هو ده المفروض، لان هي ادرى بتفاصيل
الدقيقة للفرق وللأعضاء ومتطلباتهم واحتياجاتهم وكيفية إدارة هذا العمل. الخارجي ممكن نقول دولة بتحط قانون، إنما ما نقدرش نقول أنتوا أعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. طب إحنا أنت اللي بره هيدرك اللي جوه منين؟ اللي جوه هو اللي يدرك اللي جوه، وبالتالي الإدارة بتاعت النادي حريصة على إنها إن أعضائها يبقوا في أحسن صور. وطول عمره كبير بالعوايح وانضباطاته وانتصاراته، فلازم إحنا ناخد عبرة من النادي الأهلي ونمشي على نفس المستوى بتاعه. أنا ده أضرب بنجاحي، فأنا أضرب بمتطلباتي، أنا أعمل لايحتي، أسترشد بقوانين، ما فيش مانع طبعا. إحنا لدي لازم إنما في الأصل أنا عارف أنا بعمل إيه.